صباح الخير، يلا بنت حتى تعلقين على الكيس، تفضل دكتور عمر. نعم أستاذ، السلام عليكم ورحمة الله. A 24 years old male presented to emergency with a 1 hour history after RTA. Patient had headache, vomiting, dizziness. On examination, he was conscious. There is right sided frontal bruising with soft tissue swelling. No neurological deficit was noted by the examiner. The neurology team asked for CT scan of the brain. واضح الاكزام يومكم؟ واضح واضح نعم واضح. تفضل هذا الاكزامينشن. الصورة واضحة. ألو بس أمي ما تطلع يمج؟ يا واضحة بقى، هذا السي تي سكان الجدار السفلي. ألو ألو نسمعك، ماذا تشوفين شيء؟ دكتورة بقى تمام؟ دكتورة الأمور الظاهر تمام؟ النت مو زين يم بقى. اسماء خزعه دخلت. صباح الخير استاذ، نعم استاذ صباح موجودة. الخير، يلا بنتي علقي لنا اذا تشوفين نعم الكيس. يلا اي نعم استاذ، بس هاي الهيستوري دكتور الهيستوري ما هساعدك. سمعت الهيستوري. اوكي 24 years old male presented to emergency with 1 hour history after RTA. The patient has headache, vomiting, dizziness. On examination, he was conscious. There was a right-sided frontal bruising with soft tissue swelling. No neurological deficit was noted. The neurology team asked for CT scan. أوكي. هذا CT scan. العفو دكتور، هاني فصل يمي النت ورجع، بس ما إذا يخالف بقى، تقدر. ابقي انت، نعم نعم ابقي ايه شو اسمه بس راح بقى. ها العفو. الدكتوره اسماء راح تعلق. اوكي انت تمام. اسمع بابا تفضل. ترى اسمع، نعم أستاذ، يلا مالتي سكشن سي تي سكان اون ذا برين شوينج كولكشن اوف الاير ان ذا سب ديورال سب ديورال اند ان ذا سب اركنويد سبيس اند ذا انت سالكاس وش بس كمل لك بس العفو هاي البون ويندو او مالت واكو فراكتشر هنا فراكتشر بالفرونتال بون بالرايت فرونتال بون بيل. كنا دبرس فراكتشر اشوف لينير يعني شوي دبرس هم بي ماينر اذر فراكتشر نو اذر فراكتشر نو بس العفو دكتور اخلي على السوفت ويندو يعني بالساينس ماكو فراكشر. بالله بالله شوي دكتور حركة شو تشوف هي مكان ما إذا أكو فرصات قبل لا أشوف الفرصات يلا أوكي شو على كيف أكو بالليفت ساينس بساينس ورق المزياري ساينس أكو هذا هنا عندي أشوفه عمو بل وأكو بعد لابي فرونتال والرايت سايد هم الفرونتال هم أكو ركتشر ستار زين شو السحولة هذا؟
عمو يعني قصدك عمو الكيس اللي هو الفراكشر. هاي الفايندينج مع الهير والهاي شو عمو اسمها؟ ايه يا عمو ايه يسمونها هاي تيشن هذا سوفالاس، يعني انه هي مسويه برجر على البرين بارنكايما والاير داخل بالسبديورال والسباركيول سبيس والسالكاس، هاي هاي يسمونها جرانيوما نيموسيفالس. لا هي نيوماس نيموسيفالس، نيموسيفالس، مع الشرقويات. نيموسيفالس. عمو والله شوف اكو هيمونيت لو لا والله ما اكو شاف. شوف هاي السيجنال انت يا ستي بانتر أمس والله، بس أبدأ أشوف هي مورج أكل ولا بدي أشوف الأزمة وإنجوري ما جاي أشوف أنا ترى بعمل تايم هي مورج. زين بعد هو قال لك عندها سويلنج. ها أبي ما والله الساين صار ثمن ما جاي أشوف بهالشي والله. عم بص بس شوي على الاوربت ارفع لي شوي اشوف الاوربت تعرف شو والله ايه ايه اوكي اوكي ها ايه نعم هذا ال ايه هاي بريسبتال اكو سوالن باللايت اي ايه شنو الكوز مال السويلنج كان؟ عمو إديما أو يعني هيماتوما غير يعني عمو صغيرك عنده بعد ماكو جايز بالسيرف تيشو؟ والله لازم ها أكو يعني أكو يعني هو هذا الجزء اللي فركشها فصار يعني عم فصارت إديما وصارت جاز إمفيزيميتس. زين نعم شو استاذ صحو هاي الساين مال هذا الاثنين؟ مات بلو بلو اوت فراكتشر عم ها عمو الساين مال موتيجا الفوجي ساين مال التنشن. زين اذا هسه انت قلت بس سبديورال يعني لا عمو الاير موجود بال قصدي بال يعني بالسلكس وموجود بالسباركيول سبيس وموجود بال سبديورال يعني وتهمس فرق فيشها موجود بالبارينكيما اكو ايه برنتين والله اشوف شنو اكو شوي عمود يعني مو كلش اكو انا قليل عمو اكو اشوف ايه بالليفت سايد يعني بالرايت سايد فرونتال بلو اوت فراكتشر يعني ليكون يكون هذا بلو اوت فراكتشر اي هو أي بس هو تشوف شنو انا هو البلو بلو اوت اوت فراكشر ولا فراكتشر؟ لا. بلو اوت عم هو الفلور مات مات الاوربت والكونتاكت مات الاوربت يعني مرات يصير بيها دراوند يصير بيها انفابمنت فيصبحوا لها بلو اوت فراكشر. المفروض شو تطلبي لهذا البيش؟ يعني عم اسوي له أنا ودي أتأكد من الفراكتشر نسوي له أنا ما شفيدنا يعني كورونا عم أشوف قصدي كورونا ساينسس ظلت كورونا. إيه كورونا ساينس. أنا ودي أتأكد إذا أكو فراكتشر ولا لا مال الساينس. زين هسه هو مبين اكو فراكتشر بالرايت فرونتال رايت ساينس فرونتال إيه اكو. عمو إيه هذا إيه أكو إيه زين شو يسوي لبابا؟ عم هو يعني يعتبر كإمرجنسي هي هاي الكيس تعتبر زين اي عم يعني إمرجنسي سيرجيكال إمرجنسي يعني patient conscious يعني واي شي يسوي له؟ عم هو احنا لين على مود ال نيموسيفالاس يعني هو عم فولو اب اذا البيش ستيبل خلوه فولو اب بس يعني شنو يا فلو اب ما يسوي يعني له بس عم اذا تيجي
بس هي احنا نعرف تيشن مثلا، يعني نعرف انه لو الامرجنسي مدام تيشن بعد تيشن ما سوفايس. ما انت قلت تنشن يمه كيف خلاص، فشو يسوي له اذا تنشن؟ عم يعني مسجل يعرفوا اذا تيشن، شنو السيرجري؟ اذا عم يسوون بلوب ويخلوا بلوب، هو عم يطلعون الاير. ده اوكي، شكرا اسمع. بقاء وينها؟ نعم أستاذ، إن شاء يلا الله. يور اوبينيون باب. أمي مثل ما تفضلت زميلتي إنه هي هذه الكيس، أكو أبنها مالغاز فوساي أكسترا ديولار، يعني مسوية تنشن، مسوية البيك ساين أو المونتوجي مونتفوجي ساين، فهذه نعتبرها يعني هي تنشن نيموسفا راس، وهي يعني كإمرجنسي، في يعني يسووا لها سيرجري على مود يعني ديكمبريشن حتى يعني يرجع البرين لحالته المستقرة. تمام. وأكو ولو أنا يعني الصور يعني ضعيفة يمي تقطع، بس مثل ما تفضلت هم أكو فراكتشر وأكو أدماء بريسبتال. ريسبتال اديما هذه الاوربت طلع لنا اياها، ما تخلي تشوف بقى الاوربت. حابك دكتور ولو زحمة عليك. يعني هي اكو هم غاز فوساي سراوندينج كذا، اوربت رايت ليفت، لا ما اكو اي اكو بالسكليرة جايز كلارا. يعني هسه هذه الرايت اللي طالع قدامي ما دا اشوف اكو غاز كبر ليفت. كبرها كبرها عمال سوي ماجنيفيكيشن، نزلها لي جوا. هاي مو هنا أنا موجودة بالأوتر اسبيك. اي هذان الفوسا اللي صار يعني فايراترا يعني ممكن الاي هم انا انت افكتد عبالك، يعني عبالك اكسترا يعني ايش. اوكي شكرا بابا، العفو احكي استاذ، لنا عماد العفو. على ال... نعم عماد استاذ، احكي لنا على الكيس نعم نعم ودام استاذ، سوي سوك تفضل. نعم استاذ. There is a right-sided two frontal bone linear fractures involving the right side of the frontal bone extending to the sinus, the right frontal sinus. There is a right-sided subgallial hematoma, emphysematous air changes noted within the skin extending to the surrounding the anterior aspect of the eyeball. Inside the brain, multiple there is subdural air, as noted with tension pneumocephalus, compresses the frontal lobe, resulting in peaking sign. The frontal lobes are separated, giving the what is called the Mount Fuji sign. Also, multiple air loculi noted within the subarachnoid space posteriorly, giving the what is called the air bubble sign. This case was a typical for tension pneumocephalus. Bell hole was done for this patient, and patient get very well after the surgery. But unfortunately, I couldn't get the CT scan of the patient post surgery. هحاول على التوك استاذ. يلا تفضل تفضل. نعم. بس العفو استاذ، يطلع واضح ما يكون. ايه اوكي طلع تمام. The pneumocephalus, what is called pneumocranial pneumocephalus or intracranial hematocele, refers to the presence of intracranial gas. The term means gas in any of the intracranial compartments and is most commonly encountered following trauma or surgery. About the etiology, 74% came from trauma, exclusively blunt trauma for the head. In 3% of all skull fractures occur, in 8% of fractures involving the paranasal sinuses, the frontal sinus is most commonly encountered fracture. Also, the base of a skull fracture and in cases of penetrating injury to the skull. The second entity is a neoplasm invading the sinuses,
13% تقريبا in case of osteoma of the frontal bone of the frontal sinus, ethmoid sinus, if there is pituitary adenoma, mucosal, epidermoid, or malignancy of the paranasal sinuses. In cases of infection, but this is rare, the gas-forming organism affecting the mastoids of the sinuses, causing mastoiditis and sinusitis as a complication. Post-surgical may occur in 4% of patients after hypophysectomy or paranasal sinus surgery. The mechanism of action is due to dural laceration, the bulbar mechanism due to straining, coughing, sneezing, or due to the vacuum phenomenon secondary to loss of CSF. Clinical presentation, the vast majority of the cases are asymptomatic. Only in case of tension pneumothorax where trapped expansion of pneumocephalus where a trapped expansion of intracranial gas due to bowel valve effect resulting in mass effect result in a head signs and symptoms of increased intracranial pressure. Minority of cases describe bruit hydroic, which is a splash noise in the, on the head movement. This noise may also be audible by stethoscope. The time of onset, on initial presentation, 25% of patients may have pneumocephalus, usually seen within 4 to 5 days. Delay up to 6 months, or with a mortality rate of only 15%. So the presentation depends on the cause of the pneumocephalus. Location of pneumocephalus can be divided by its location into extra-axial or intra-axial. The radiographic features on CT scan, gas on CT will have a very low density of minus 1,000 Hounds field unit, but care needs to be taken in ensuring that it is not fat, which although of much higher density, around 90, minus 90 Hounds field unit, also appear completely black on routine by windows. This is a case of pneumocephalus after post-dural subdural hematoma evacuation. On MRI, the diagnosis may be more difficult as there is no objective density measurement. Gas will appear completely black on all sequences, but depending on the location and morphology can be mistaken for blood products or fluoroids. فإلي هذا يبقى CT هو الجولد ستاندرد بالفحص مالتنا. The complication is attention pneumocephalus, CSF rhinorrhea. بدأ يقلب عماد ويعني عماد جزء انقطع عند النت. نعم استاذ. يلا اوكي تفضل. نعم. The tension pneumocephalus which will show the Mount Fuji sign, which is a sign seen on cross-sectional imaging and indicative of tension pneumocephalus. The sign refers to the presence of gas between the tips of frontal lobes with heaped up appearance, giving the silhouette like appearance of Mount Fuji. The appearance of this sign often warrants immediate surgery to prevent permanent neurological damage. فلهذا أنه من نشوف في patient under tension should be urgently referred to the neurosurgeon for surgical evacuation. هذا هو الساين اللي هو الماونت فوجي هذا اللي باليابان تشبه تقريبا تشبه الكيس مالتنا. The differential diagnosis cerebral venous air embolism طبعا هو مختلف بس هو should be put as a differential. Fat in the dural sinuses also appears black on CT scan, but the location and distribution will make much more distinguish pneumocephalus from fat in the dural sinuses. The treatment depends on the cause and may, in many instances, no treatment is necessary, with gas being gradually resorbed. This is the case in the vast majority of post-operative pneumocephalus. In all in cases of tension pneumocephalus, then burr hole may be needed to be performed to relieve the pressure. When pneumocephalus results from a CSF leak, then identification of the leak site and surgical repair is usually required. This is a patient with a history of fall, and after 1 hour after doing burr hole, we notice that the most of the air inside his brain is resolved. So it is an emergency to prevent permanent neurological damage. Thank you very much.
شكرا جزيلا.